حركة تشرين اليوم وجها لوجه أو ندا لند أمام جلسائها المعمرين 17 شتاء قاسيا بقانون انتخابات يتضمن عنصرين جديدين هما دوائر متعددة وترشيح فردي. لكن ماذا يعني هذا بلغة الفرص والأرقام؟ قانون سانت ليغو كان على مدار الانتخابات السابقة حليف الأحزاب الكبيرة ورافدهم بالمقاعد البرلمانية، إلا أن هذه الحشود التي تظاهرت على مدى عام فرضت معادلة جديدة لم تألفها الأحزاب سابقة، وهي الترشيح الفردي الذي يدلي فيه الناخب بصوته لمرشح واحد. الصوت الواحد غير المتحول هو معيار احتساب الأصوات في الترشيح الفردي، حيث يقترع الناخبون بموجب القانون الجديد لصالح المرشحين الأفراد ليس لصالح أحزابهم السياسية التي كانت تتقاسم أصوات ناخبيها وتوزعها على المرشحين الذين يختارهم رئيس القائمة. تم تبني نظام الصوت غير المتحول مرات عديدة في اليابان وفي أندونيسيا وتايلاند وتايوان، إضافة إلى الأردن والكويت. يقول خبراء قانونيون إن الترشيح الفردي يسهم في تمكين الأحزاب الصغيرة ومرشحي الأقليات والمستقلين من الفوز بمقاعد نيابية، لكنه يمكن أن يتسبب في عدم فوز الأحزاب الصغيرة بأي تمثيل إذا قدمت مرشحين بأعداد كبيرة، ما يؤدي إلى تشتيت الأصوات بين مرشحي الحزب الواحد داخل الدائرة الواحدة، ويتيح للأحزاب الكبيرة كسب أعداد إضافية من المقاعد. معادلات ورياضيات، ألغاز وأسرار، من يمسك بها أكثر فهو المنتصر. أما الدوائر الانتخابية التي تطالب بها ساحات تشرين فهي الدائرة الصغيرة التي تتمثل في 100,000 نسمة لكل نائب، ولم يتحقق ذلك، فقد صوت البرلمان مؤخرا على الدوائر المتوسطة، أي لكل 400,000 ناخب دائرة واحدة وأربعة نواب منتخبين، ما سيخلق جدلا واسعا حول رسم الخرائط بين المدن والأقضية. والنزاع بين تشرين والأحزاب على القانون قد يستدعي وسيطا هو الأمم المتحدة نفسها وفقا لمستشار رئاسة الوزراء. مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية أوضح ليو تي في أن الرئيس برهم صالح سبق أن اتخذ قرارات مهمة وكبيرة لدفع الإصلاحات التي تطالب بها التظاهرات، وهو يتعامل مع هذا الملف بجدية رغم أن المعادلة صعبة أكثر اليوم، ولا أحد يعرف قرار الرئيس ولا القرار النهائي لتشرين أيضا، فتسويات قائمة بشروط، لكن العبور والانتقال السياسي والتغيير لا رجعة عنه رغم كل المناورات والاحتيالات الحزبية.